الفاتح أكتوبر 1957. جلالة الملك المعظم سيد محمد الخامس أيده الله ونصره يستعرض 4000 من الشباب المغربي. هؤلاء الشبان يمثلون الفوج الثالث من شبان حققوا عملا عظيما، إذ بنوا في ظرف 3 أشهر طريقا طولها 65 كيلومترا، طريق الوحدة. كانوا 12,000 واجتمعوا على تشييد هذه الطريق، وبرهنوا عن قدرة شباب المغرب البناءة وطاقته وحيويته. واليوم ها هم يجنون ثمار جهودهم ويحرزون أروع جائزة، جائزة سرور ملكهم بهم واعتزازه بعملهم الجبار وحماسة الشعب النبيل، الشعب الفخور بشبابه، الشعب المغربي المتحفز للمعالي. صاحب السمو الملكي ولي العهد الجليل الأمير مولاي الحسن الذي كان أول من تطوع لطريق الوحدة يتكفل بنفسه بتقديم شباب الشعب إلى والده العظيم. الشباب رافع الرأس مباه عن حق بمشروعه. ملكنا المحبوب يعبر بتأثر عن اغتباطه ومسرته عن نشوة فوز العاملين الصالحين المؤمنين بقوة الشعب وقدرته على تدبير الصعاب، ويتمنى لو استطاع أن يبارك لكل واحد عمله الموفق، ولكنه يختار 4 ويهنئهم ويوشحهم بوسام نجاح جزاء على مقدرتهم وكفاءتهم. هؤلاء الرجال 4 هم السادة عبد السلام بناني، الكوماندر حمو، الدكتور بن هيما، والرجراجي. والآن يبتدئ أمام صاحب الجلالة الملك المفدى استعراض من أبهج الاستعراضات التي عرفها المغرب منذ أن أعلن الاستقلال، ولعله أعز استعراض إلى قلب ملكنا المنصور بالله، الملك الذي يضمر لشباب وطنه الحب والتقدير. هؤلاء يعتزون كالجنود الظافرين، انظروا إليهم وهم يمرون في فخر. إنهم مارون أمام جلالة الملك، مارون أمام أعضاء الحكومة، مارون أمام دبلوماسي الأقطار الممثلة في المغرب، وأمام الجمهور الذي يصفق لهم في حماسة وهيام. أيها الرجال المتطوعون للطريق، إنكم أينما كنتم من الآن فصاعدة عنوان إرادة رجال الشبان في هذا الوطن، فلتكن الصور الآتية حافزة لكم على مزيد من النهضة ومزيد من النجاح والظفر. 15 يونيو، الوزراء وأصحاب المشروع يقدمونه لجلالة الملك. لقد عبر صاحب الجلالة عن سروره وعن أمله في أن يكون الشباب المختارون لبناء الطريق قادرين على الاضطلاع بأعباء مهمتهم الكبيرة، لكن المسؤولين فكروا في الأمر، وولدت طريق الوحدة في هذا اليوم المبارك. إن قائدها وقائد الأمة جلالة الملك محمد الخامس، وإن نجله وولي عهده الشاب أول متطوع. شعر الأستاذان بمبركة والدويري منذ اتصالهم التمهيدي مع الذين سيكونون إطارات المشروع الضخم بأن النجاح محقق بعون الله. وفي مدرسة إطارات طريق الوحدة أثيرت جميع العناصر المكونة لعقيدة بلد حديث مكافح يسعى إلى تحقيق السعادة لأبنائه. وكان عرض الأخ محمد الدويري عن مساهمة طريق الوحدة في تجهيز البلاد. المغرب اليوم من خلال ماضيه ومستقبله، هذا موضوع محاضرة الأخ المهدي بنبركة، وفيها يتكلم عن مهمة المسيرين ودورهم في إعداد الشباب. الزعيم علال الفاسي يتحدث للنخب عن واجبات المواطن وضرورة النظام الوطني ولزوم مواصلة الجهود للنهوض بالأمة المغربية. إن طريق الوحدة هي رمز السير الحثيث نحو العمل البناء الذي سيحقق للجماعة المجد والرفاهية. إن يد الله مع الجماعة. ذلكم مغزى عرض الأخ عبد الرحيم بوعبيد. كم من مواضيع شيقة تناولتها المحاضرات الملقاة على المسيرين، من بينها الإنسان في الأسرة، الإنسان في الجماعة، الإنسان في الأمة، معرفة الدولة، معرفة المؤسسات. وكان موضوع محاضرة ولي العهد المحبوب مولاي الحسن هو تشييد صرح المغرب المستقل، وإن المتطوعين لبناء طريق الوحدة هم الطليعة في هذا البناء. الواقع أن سمو الأمير الجليل كان يتكلم مع الشبان كأخ لهم، كفرد واحد منهم، وطريق الوحدة طريقه وطريقهم، وبناء صرح المغرب عمل مشترك بين القادة وأفراد الأمة جمعاء. كانت طريقهم أول الأمر،
جبلا فحسب، ولكنها رسمت من ألفها إلى يائها. كانت الأشغال العمومية قائمة بعملها على أحسن وجه لتحقيق هذا المشروع الضخم. كل شيء كان آهلا. ففي صباح يوم فاتح يوليوز، فوج أول من 4000 متطوع للطريق سائرون طول الأوراش. كانت المخيمات 16 معدة لما بدأ جلالة الملك في السبيل الصغير الذي يمثل لبنة المشروع، الكيلومتر رقم 0 في البناء العظيم. أول نظرة ألقاها صاحب الجلالة كانت في اتجاهكم يا شباب المخيم. الملك بالمعول يرمز إلى افتتاح العمل، يضع الحجر الأساسي لهذا البناء الاستثنائي الجبار. لقد استهل بهذا التدشين الملكي تجنيد القوة الحية في الأمة من أجل هدف ومن أجل أهداف أخرى تنتظرنا. يا شباب إنكم ستذكرون هذا كله، أنتم لا تنسون، حيث إن الحظ واتاكم فحملتم المعاول للبناء، فتحتم الطريق مع عاملكم ورفيقكم في العمل. في كل مخيم قدم الشباب عبارات الإجلال والتعظيم للملك المفدى. الفوج الأول 4000 شاب وزعوا بإرادتهم على الطريق. إنه لأسعد أيام حياتهم ولا ريب. إنها لفترة من أجمل الفترات التي يجود بها الزمان، فترة العمل والثقة والوفاء للمبادئ الوطنية العليا التي ضحى من أجلها الملك والشعب. يوم عظيم لسكان الجبال الأبرار. أبى سيدنا نصره الله جريا على عادته إلى أن يزور جميع المرافق. ما ترك صاحب الجلالة شذة ولا فذة إلا وقف عليها. مر يوم جميل وأشرقت غزالة يوم آخر جميل. الفرق تنهض للعمل في نفس اللحظة، وتبتدئ الأشغال في الأوراش جميعها. والجبال الهادئة أمس عمتها الحياة اليوم. رسم الكيلومترات 65 يوجه مجهودات آلاف الشباب خلال 3 أشهر. إنهم سيبدلون المناخ، سيضفون روعة البناء والمجهود على هذه الأرجاء. السابقون الأولون هم الذين قاموا بأصعب عمل وتوفقوا وقهروا الصخور الصلبة واقتلعوا أطنانا من الأرض وملأوا الهوى. معنى الطريق ضربات بالمعاول وحمل على العربات وإحياء للأرض. يمكن أن نقول لكم أيها الشبان السابقون لهذا البناء، إنكم كنتم شعلة من الحماسة، كنتم عنوان الصبر والشجاعة، كنتم على بينة من الأمل الذي علقته عليكم البلاد. حققتم فيكم الأمل وسيحققه الفوجان الآخران من بعدكم. هنيئا يا شباب المغرب ومرحى، ولتكن هذه المناظر أروع مثال يحتذى لجميع المواطنين. لنتعظ جميعا بدرس الطريق الجميل. هذه الطريق صنعتها الإرادة والقوة، صنعها الإيمان بالآفاق البعيدة. وإن كل يوم إنما هو يوم انتصار جديد. لم تكن طريق الوحدة مسألة سواعد وحماسة فحسب، كانت كذلك مسألة تنظيم دائم. إنها لمشكلة معقدة. 4000 شاب منبثون على 65 كيلومترا في الجبل، يجب أن يلبسوا ويطعموا ويقادوا ويحموا. هناك أولا مسألة الصحة، وبفضل الله كانت مهمة الأطباء تنحصر في التنقيب عن عياء شبان لا يعترفون ولا يقرون به لكثرة إيمانهم وصبرهم. وعالج الأطباء ردا خفيفا. المستشفيات كان يدخلها سكان الجبال مثل المتطوعين. أوتي برجال المطافئ أيضا، ولم تدع الحاجة قط ولله الحمد
لتدخلهم عندما اشتغلوا في الأدوات وإصلاحها. كان من اللازم أن تهيئ بدقة جلسات التسلية بالسينما واختيرت برامج مفيدة مهذبة لتقدم بجميع المخيمات. نظم هنا قسم التربية الأساسية على علو 1500 متر جلسات موفقة للتسلية السينمائية. وفي كل مخيم من المخيمات وضعت شاشة. نظرا لطول الورش وضرورة السير فيه من الجانبين نظم السير فيه تنظيما محكما. هنا اختصاصيون من الجيش الملكي مع أركان خاصة تسير الجميع من مركز مرتجل. هؤلاء الجنود كانوا ينظمون السير ويحلون كل مشكلة حدثت بصبر وأناة. وكانت هناك مراكز للمراقبة في كل نقطة من الورش دعت فيها الضرورة لذلك. ومن هذه المراكز كانت عيون الرقيبة مستعدة للتدخل إذا اقتضى الحال. مصالح الجيش الملكي المختصة كانت هي أيضا تسهر على المواصلات. هنيئا وشكرا للقوات الملكية المسلحة على عملها الفعال على لباقة رجالها الأفداد. كانت الاتصالات بين المخيمات تقع بواسطة التليفون، وكان الاتصال مع بقية البلاد كما كان يقول المتطوعون تليفونيا عن طريقة الراديو. والواقع أن المتطوعين إذ يقولون بقية البلاد يشعرون أنهم قلبها النابض. إنه بالنسبة لهؤلاء الشباب جميعا درس عظيم في النظام. لقد شعروا تماما بمزايا التنسيق والتجانس سواء في الطريق أو فيما كان يمثل المكتب. وفي المكتب لم يكن هناك عمل زائد أو غير مجدي، فالكتاب كانوا متطوعين مرتين، متطوعين في الطريق صباحا ومتطوعين للكتابة في العشي. في ركن من مخيم مركز القيادة مسؤول عن الطريق من الوجهة الفنية يمثل دوما الأشغال العمومية، ولكنه كبقية الإخوان متطوع. كل شيء كان محكما. كان المقرر أن تتم الطريق في 30 من شهر شتنبر، وهذا ما سيقع إن شاء الله. من مهام المسؤولين من الوجهة الفنية أن تقع أكبر استفادة ممكنة من طاقة الشباب، من شجاعة الشباب، إذ المسألة لم تكن مسألة تنظيم فحسب، كانت أيضا مسألة فن. وهنا يجدر أن ننوه بفتيان الأشغال العمومية، فلقد أجادوا في عملهم الخاص وعملوا بشجاعة كمتطوعين. لقد تدربوا على غلب الصعاب وتعلموا كيف يعاشرون الناس، كيف يقودون الناس. وهذا جانب من الجوانب الإنشائية في الطريق. إنه يتمثل في كون هؤلاء الشبان جميعا أمكنهم بفضل تدريبهم المتقن أن يتصلوا اتصالا وثيقا بالمسؤولية ويفهموا مغزاها أحسن الفهم. ولكن إلى جانب مسؤوليتهم المحدودة حتما هناك مسؤولية الكبار. جميع المشاكل كانت موضوعة هنا. الطرق، القناطر، كان من اللازم بناء 6 جسور. كان الشبان حاضرين في بناء القناطر. هذه القناطر على أي حال قناطرهم أيضا. كان من اللازم هنا وهناك استعمال مواد متفجرة. لقد تعلموا كيف يسهرون على سلامة الناس. شجرة جميلة في الطريق يا للأسف، ولكن من الواجب أن تزول. وهكذا تعلم شبابنا كيف أنه يجب التضحية بالأشياء الثانوية من أجل المصلحة الأساسية. والأشياء الأساسية هنا هي الطريق وما أصعب هذه الطريق، لكن الهمم والثابة. تعلم الشبان من الكبار أن كل المنجزات تتحقق بالعزم والإرادة، فالإرادة المتحفزة لا تغلب ولا تلين. هذه الهوة ستملأ بالعزم والشجاعة. كانوا فرقا لا تقف ولا تتعثر، وفهم الشبان المتطوعون أن كل مهامهم يجب أن تخضع لما رسمه رفاقهم في الأشغال العمومية. فهموا أن الأوامر تنفذ بدون مناقشة، وهذا هو السر في السرعة الفائقة التي تم بها بناء الطريق. وبعد حماسة الشغل فترة الاستراحة، وهذه الفترة واجبة كما أن العمل واجب. الفوج الثاني، فوج الشهر التالي، كان عمل أصحابه مختلفا عن سابقه.
هؤلاء يتابعون ما بدأ السالفون في الشهر الماضي، إنهم يقولون في أنفسهم ولما